رشا مقتنعة من يوم ما أمها زبطتك بدخونها زمان مع الخدامة وخدتها ورجعت على بلدها إن أنت السبب في أي مشكلة نفسية تقابلها، وإن أنت السبب في إن أمها مرضتش تتجوز تاني، وإن أنت السبب في إن أمها جالها سرطان. من الآخر كده هي شايفة إن أنت السبب في أي مصيبة تحصل لأي حد في أي حتة، يعني ممكن تبقى شايفاك السبب في ثقب الأوزون وانهيار البرجين والأزمة الاقتصادية العالمية. قابل بقى، شوف بقى هتعالج كل ده ازاي. انا السبب ولا امها اللي كرهتها فيا وكانت بترفض تخليني اشوفها لما سافر لها، ولا كانت بترضى تخليها تجيلي هي مصر؟ هي مالها هي خنت امها مع الخدامه ولا ما خنتهاش؟ اوعى تغلط غلطتي يا حاتم وتخلي طلاقك انت ويمنى يبوظ علاقتك بابنك. رشا كان جسمها بيتنفض كله لما كنت أحط إيدي على كتفها وإحنا بنتصور في الحفلة، كأني راجل غريب ما تعرفوش. استنى بس يا محمد، والله العظيم عاملة لك مفاجأة جناك. موجة عاملة لي 15 مثل لغاية دلوقتي. طب أخرج يا أخويا أخرج. سمي بقى وصلي على النبي. يا نهار اسود، اقلعي لا سعيد يشوفك. تصدق انك انت تسد نفس اي مره في الدنيا؟ ده الفستان اتشرف انه اتحط على جدتي. والله موافق وهينطق وهيتكلم، بس لو حد جه وشافك لابساه انا وانت هروح في 60 داهيه. احنا فين والساعه 12 فين على بال لما يجي؟ استغفر الله العظيم. يو بذمتك بقى مش عمك ابقى موديلز؟ بس الكلام ده كان من كذا سنه. جاتك داهيه في ملافظك مش بالسن يا بغل، ولا بالجمال ولا بالحلاوه. ده في نسوان مخها نضيف تخلي الراجل يحبها ولو عندها 100 سنه وتبقى حلوه في عينيه، وفي نسوان مخها اوسخ من الصرمه القديمه وجمالها رباني وصغيره بس غباوتها بتخليها قرد بسديري. انت هتقولي لي عليهم بس وحيات غلاوه صفوت وحمدي عندك لانت قلعاه. ايه على زنك. طب خش يا اخويا ولا هقلعه قدامك. ده يبقى يوم المنى. مين فينا دلوقتي اللي بيتمرقع يا اخويا؟ خلاص هدخل بس اقلعيه بسرعة. اقفل الباب. بس تعرف يا شربات وحيات غلاوة، ولا ما ينفعش احلف عشان انا في الحمام. انا لو معايا حق الفستان ده كنت جبتهولك فورا، اصله عمره ما هيبقى حلو كده على حد تاني. ايوه كده حسن ملفظك عشان احبك. انا مش هحسن ملفظي وبس، ده انا اصلح البيت كله وكفاءه اعملها. بس انت تحبيني يا شربات؟ هو انت فاهمه ان لما اجيبك معايا من المصنع ولا لو حكيم بيعرف انك لبس الفستان ده ممكن يعمل فينا ايه؟ شربات خرجت ولا ايه؟ يا شربات لو ما ردتيش عليا النعمه اخرجي، وانت عارفاني ما تمكنني. شربات طب انا حافظ. ده اسمه ايه ده؟ صناديلي.